قلت لك وايد وانا هني من يوم جلسة القسم مرزوق على مستوى شخصي لا احمل له كل ود واحترام. لا احمل اي شخصانية لشخص هذا مرزوق للشخص نفسه. لكن انا عندي خلاف شديد مع الرئاسة. عندي خلاف مع المنصب اللي اتهم بتاء التأنيث ان هناك من تصوت باجر وتستجوب باجر. صحيح. وهذه القصة ما راح نكررها الكل عارفها والكل ايه. لما يجي موضوع رف كتاب رفع الحصانة تأخر هذا من حقي بديت أطالب فيه محامي وجه الكتاب مباشرة حتى عن طريق غير وزير العدل لأن اكتشفنا أن هذا فقط عرف عن طريق وزير العدل وليس قانون فبالتالي وجهه ارفضوا كتاب محامي انزين رجعنا مرة ثانية قدمت استفساري أثناء الجلسة وين كتاب طلب رفع الحصانة عنك لقيت أنه كان في نوع حسيته أنه نوع من التهرب هني كانت عندي وجهة نظر قوية في هذا الموضوع أحتاج أعرف أنا وين واقفة قضايا قاعدة تي علي تهل بصفة استعجال روح واربعين تسعة اربعين تسعة لدرجة هذا التصويت صار عندي أنا ببروزة اربعين تسعة إنزين لما طلبت أكتشف أن الكتاب موجود عند مكتب وزير العدل طلعنا وصل لجنة تشريعية. لجنة تشريعية العادة تستدعي الشخص المطلوب عنه رفع الحصانة. واستمع لأقواله. تقرير اللجنة التشريعية اللي طلع، أنا طبعًا ما أدري شنو صار داخل، إحنا نشوف التقرير عقبها. التقرير اللي طلع ذس ثيك. كله قصاصات جرايد وكله مش عارف إيه ومقابلات وفي كوتيشنز أنا قايلتها ومنها مقابلات هني عند الشاهد، زين هذا كله صار مو قبل المؤتمر الصحفي اللي سويته واللي اعلنت فيه على الملأ إهانة ثنتين من النائبات اللي موجودين عندك. المهم وإن أقر أثناء في داخل اللجنة أنه كان هناك كيدية مني أنا. فبناء عليه صدر التقرير بأن رفض رفع الحصانة عن النائب مرزوق لوجود الكيدية. يوم صبحية الـ الجلسة شهد لله نزل من منصته يعلم مكانه القديم وقام وقال كلام كلمة قوية مؤثرة حلوة كلمته زينة صحيح وذكر فيها حتى القسم لكن اللي أثار انتباهي واهتمامي لما قال من يقول كيدية لأنها ما أعاقتني عن عملي من يقول رفع الحصانة أو التهمة فيها كيدية لأني أنا ما زلت مستمر في عملي أنا أطلب رفع الحصانة عني هني أنا أقرأ تقرير وأسمع شيء فبالتالي شفت مثل ما يقولون ساعات ترى وقلت لك أقسمت لك على الهوى وأقسم لك الحين على الهوى مرة ثانية والله يا أبو أحمد يا إنها سبونتينيس وكانت للحظة طبعا سندي ماي روك أبو فيصل دائما هو اللي استند عليه في البرين ستورمينج يعني نحاول انه عصف ذهني فلما هو بادر وانا معاه موضوع ليش لا اتنازل اولا لاسباب منصب رئيس مجلس الامه مو مرزوق منصب رئيس مجلس الامه شيء ثقيل ثاني اهم رجل في الدوله بالنسبه لي مهم صح ما بي عرضه المنصب كلنا كبرنا واحنا نشوف هالمنصب احتلوه ناس بغض النظر يختلف معاهم سياسيا الفكر مو واحد بغض النظر لا مقامه لان هذا شخص كتف بكتف مع صاحب السمو نعم فبالنسبه لي هذا رمز زين شيء ثاني الكويت ما لها سالفه الا صفاء ومرزوق ما لهم سالفه الا يوتيوبات الا قال لها اللي ردت عليه الشغله الثالثه في احباط شديد في الشارع يبون انجاز اظل انا مكابره ومعانده اظل اكابر في موضوع ادري انه انغلط علي او بمعنى اصح لما تم استدعاء دكتوره معصومه في مكتبها وقال لها مو انت المقصوده خلص من بقى اول حرف من اسمها صفاء الهاشم لكن لما اسمع كلمه مثل هذه ويقر فيها وصلي حقي ان انا وهي ونروح القضاء وما في كيدية اللي تعاقتني عن عملي
كلمة اللي قالها عادل يا رالله على قولة لبنانيين عسلامته، يعني بالفعل ايش قلت لك كلمة أبوية بس ما أبي أكبره، حلوة حجوته، خلنا نستن حجوة كويتية، حجوة كويتية قال.